يا سلام على الشيف حسن بقى لما بيحس بيا كده، لما بعوز كده خس وعامل دايت. فقرر النهارده انه ما يعمل لناش اكل. هو اكل بس بالنسبه لي انا مش اكل، بس انا مبسوط انت يعني قررت عشان إيه؟ اخد الخطوه دي. ايه ده، انت ما عرفتيش ان انا عملت تحدي على الهوا؟ والله انت قررت ايه؟ قررت ان انا ارجع اضرب. احنا دافنين سوا، ما ينفعش تقول كده عشان انا عارفه كل حاجه. اديله النبي. ازيك يا شيف حسن؟ يا شيف حسن انا عاوزك ايوه تصفي كده عشان في تحدي بينه وبين. ايوه، ما هو التحدي بقى يكمل امتى؟ بعد رمضان. تعالى حاسبني انت بخسر. لا لا لا، ثانيه واحده، انت نجيب الميزان على الهواء. طيب احنا الحلقه الهواء بيقول لك الحلقه الجايه هنحط الميزان هنا بس. والله موافق وقابلت التحدي وانا قدامكم وقابلت التحدي. وادي الجمل. بس مش هنقول لحد انا كام كيلو. لا على الهواء. لا، وعايز يعمل 6 باكس في رمضان. ايوه، انا على فكره مش تخين والله، بس في شهر واحد. باشا خلينا في الاكل احسن. بس خلينا في الاكل النهارده. ده واحنا جايين بيقول يا سلام انا نفسي فته، كانت الساعه 11 الصبح. طب يعني اعمل ايه؟ طب دي دايت. دي دايت. طب الاكل ليه وقت يا شيف حسن؟ نعم. الاكل ليه وقت؟ يعني انت لو جالك اكله كده عايز تاكلها هتستنى بقى عشان الساعه لسه واحده هاكلها ليه؟ ايوه بس فته، افطر فته. انا باكل كشري الساعه 4 الفجر، ما عنديش مشكله. وعايز يخس، واخد بالك؟ الله يخس ان شاء الله. الله اكبر عليك، الله اكبر عليك. ان شاء الله. ان شاء الله في المشمش. يعني نورنا يا شيف حسن النهارده والله. بص احنا النهارده كان في حد من المستمعين طلب مننا بصاره. الله. فاحنا هنحط الفول المدشوش وحطينا بصلايه. ايوه. ونحط الخضره بتاعتنا. هي ليها كذا طريقه يا شيف؟ ليها كذا طريقه، بس هي يعني كلها في الاخر بتصب في حته واحده. احنا معانا كريمه. يا كريمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت خلاص، انت بقى اسمك كريمه. بالظبط. ربنا يخليكي يا رب ياخد. انا ما اتكلمش منك ولا من شيف حسن ولا من عمرو وممدوح وهمس طبعا، مع ان يوم النهارده مش موجودين. لا همسه موجوده يا كريمه. همس ايوه، وخلود بقول وممدوح كمان مش معروف. ايوه كده. اصل انت قلتي همس. همس دي ما انا ما اعرفهاش، انت تعرفيها همس دي؟ لا خالص. ازيك يا كريمه؟ كلكم والله بجد مكملين بعض وزي القمر. حبيبتي طبعا بتحسونا بجد، انا بشكره بقى على الحاجات الحلوه. تسلمي. امبارح الزلابيه كانت تحفه وعملتها جميله جميله جميله. طيب طيب ما احنا طبعا. طب وطلعت ناجحه الزلابيه الحمد لله. طبعا لا، وبعدين هي مش دي بس، يعني والله يا عم كل حاجه في حسن بيعملها ما شاء الله عليه يحسن ما بين ايده يا رب. ما شاء الله ربنا يعني كده دايما يخليه دايما عند حسن ظنكم يا رب. ده عملوا زلابيه من ورانا. وانت طيبه يا كريمه. حضرتك طيبه. انت عملت يا شيف حسن امبارح زلابيه من ورايا؟ عملت زلابيه امبارح يا شيف حسن. بقول لك هخس، فانا يعني اكل قبل ما اخس. ما هو انت ايه عايز ياكل يعني قبل ما يخس؟ عملت زلابيه وبلح الشام بعيد عنك. ايه ده بلح الشام؟ طبعا والله العظيم ده كده نقطع مع بعض بقى. عاوز اقول لك والله العظيم انا بحبه جدا وحياه ربنا. بص ممدوح، ممدوح قاعد يقول لي انا عامل دايت والكلام ده كله. كل ما قدرش. مفيش حاجه متبقيه في الثلاجه. طيب اي حاجه. طب هي لقمه القاضي دي كانت بالسكر والعسل. بس احنا بصراحه يعني عاوزينك انت تعمل دايت انت وممدوح، ونخلي معتصم ايوه يعني يدخل. بص انا ممكن يعني احكي له اللي انا باكله بالظبط. لا عاوزين نركز مع معتصم. ايوه انا هخلي معتصم ياكل. انا يعني عمال يخس. عمال يخس مش عارف هيروح لفين. طيب شايف احنا النهارده ايه بقى؟ بص النهارده عاملين بصاره. تمام. والبصاره يعني سهله وبسيطه وقلنا عليها. تمام. بنحط البصل والخضره والكلام ده كله، ونسيب الفول متشوش منقوع بميه سخنه قبلها بساعتين ثلاثه، ونسيبه مع النار تغلي توطي عليها لحد ما كلها تبقى طريه هريسه. طب معلش الخضره دي عباره عن ايه؟ عشان الخضره الناس انت المفروض بتحطي كرات وتحطي كرفس وتحطي بقدونس وتحطي شبت وتحطي كزبره. أوكي. كل الخضره وبصلايه. حلو قوي. وتسيبيها على النار. حلو قوي. من غير ميه؟ بميه. بميه مغليه لحد ما تبقى هريسه زي البطاطس البوريه كده. اوكي. وتاخديها تضربيها في الخلاط، وبعدين بنعمل لها بصلايه. ناخد الزيت بتاع البصلايه بنحمر فيها، وبعدين تعزلي البصلايه. بعد ما تحط البصاره تحط البصله على الوش. والزيت البصل اللي انت قليتي فيه ده جدا رش بقى عليه. ما شاء الله. طيب احنا معانا ميار. ميار. الو. الو. ازيك يا ميار؟ الله عليكي. قد جزرايه يا سيدي. ميور. عايز اعرف طريقه الهمبرجر. همبرجر. انت عمرك كام سنه يا ميار؟ انا عندي 11. انت اللي هتعملي الهمبرجر؟ لا انا وماما. طيب شطوره اموره. اوكي احنا عايزين بقى نعرف. شكرا يا ميور. حاضر هنعرف طريقه الهمبرجر دلوقتي. طريقه الهمبرجر يعني احنا قلناها اكتر من مره ولسه قايلينها، وهنعملها ان شاء الله بكره لو لينا عمر.
تمام. احنا بنجيب لحمه مفرومه لازم اللحمه المفرومه يبقى تلت وتلتين، تلت فات اللي هو الدهون او تمام. الشحوم بتاعه اللحم بتاعت اللحمه، ونحط التلتين لحمه حمراء تمام. وبعدين المفروض نحط فول صويا او لبابه العيش اللي هي الفينو، العجينه بتاعت العيش اللي هو التوست او عجينه التوست، بنحط ده كله ونفرمها وشين، وبعدين تبدا تتبلها وتديها سنه كربونات صغيره او بيكنج باودر، يا كربونات يا بيكنج باودر، ونديها سنه ملح ليمون وتعجنها. وبعدين قلنا بنعمل حته 50 من 50 ل 80 جرام على حسب ما انت عاوز. لو عندك مكبس برجر تمام، ما عندكش على ايدينا بنكورها في حته كيس ثلاجه وتبدا تضغط لحد ما تبقى قرص معاك، وبعدين تحطها في فريزر تستخدمها في ايه ده بكره. حلو ده، ده بكره ان شاء الله. طب بس انا بامن النهارده كده عشان نبقى عارفين ايه المنيو. بص اللسان عصفور انا بعمله بطريقه، هنعمل شوربه لسان عصفور. شوربه لسان عصفور، احنا بنحمر اللسان عادي خالص زي ما اي حد ما بيعمل. انا بديله بصل وبديله خضار، ما بعملوش ساده. ده بيبقى حلو جدا. يعني انا مثلا دلوقتي هو عملت البصلايه فينو صغيره متقطعه، وحمرت اللسان عصفور تمام. وباخد شويه كزبره تمام، شويه شبت واخد بالك. وبعدين في حد هنا مش قادر، عمال كل ما انت بتزود يعني دي شوربه، يعني تعبان جدا من اللي انت بتعمله من الكلام. بس بص يا استاذ عم، ناخد ليه بروكلي؟ يا نعمه ليه؟ مش عاوز بروكلي؟ ليه بروكلي؟ لا انا عايزه بروكلي يا راجل. يا نعمه طب دوق وجرب. ازيك يا نعمه، اخبارك ايه؟ ازيك يا حبيبتي، ربنا يخليك. عايزك تجرب وتقول لي حضرتك. والنبي تساليني الشيف حسن ربنا يخليه يقول لنا على شوربه البروكلي، وعايزه نمرتك والنبي هنعملها اهو، هنعملها معانا، خليكي معانا. عايزه نمره همسه والنبي ربنا يخليك. حاضر، احنا هنعمل البروكلي قدامك. طيب خليكي بقى على السماعه كده ما تقفليش. طيب احنا دلوقتي شوربه البروكلي هنعملها دلوقتي حالا. دي بلسان العصفور صح؟ دي ده لسان عصفور اهو، حطينا ملح وحطينا هي نفس طريقه البروكلي لوحدها. جنزبيل البروكلي هنعمله لوحده تمام. حلو جدا دلوقتي. طيب وهنعمل كمان مشروم. ما بص احنا هنعمل ايه؟ شوربه مشروم. هقول لك على حاجه، احنا هنعمل دلوقتي شوربه قتل المبشره ساي. هنعمل شوربه، هنعمل وايت صوص تمام. الوايت صوص ده تعملي منه شوربه مشروم، شوربه فراخ كريمه، تعملي منه البروكلي، تعملي منه يعني رص زي ما انت عاوز. عايزين بقى في مره كده نعمل شوربه طماطم. طبعا حاضر، ماليش فيها قوي بلاش. لا دي جميله، ده انا بعملها حلوه قوي يا شيف. طب ما تقولي عليها بتعمليها ازاي كده؟ كرات اللحم الصغيره بسقطها فيها، بيبقى طعمها حلو جدا. طب ما تقولي عليها كده طريقتها، يلا على الهوا كده. انا طبعا بجيب شوربه يعني سواء بقى فراخ او وات ايفر، وبحط كريمه، مش انا ما بحبهاش بكريمه، في ناس كتيره ما بتحبش الكريمه يعني. بجيب بقى الطماطم وبحطها في الخلاط وبعملها صلصه وبعدين بحطها على الشوربه لما تبتدي تغلي شويه شويه، وبعدين بحط بقى ملح وفلفل واسيبها كده تتسبك كده مع على النار، وبعدين بقوم عامله عارف الكفته، كفته كده صغيره قوي كرات صغيره لحمه وبسقطها فيها، بتبقى طعمها رائع. تنفع ولا لا يا شيف؟ شغاله يعني؟ طب شغاله معانا بقى مين؟ تخيل بقى معانا مين على التليفون. يلا مين؟ احمد العمود. يا احمد الله، هاي اخباركم ايه؟ احنا تمام الحمد لله. يعني الراجل الجميل اللي يعني هنا والله الولاية بتبقى مرايه اللي بيخلينا حلوين قدام الكاميرا والله بجد. ازيك يا احمد؟ الفنان احمد العمروسي. حبيبتي يا امسح، اخبارك ايه؟ احنا كله تمام. ابو حميد اخبارك ايه؟ اخبارك ايه يا شيخ؟ الله يخليك، الله يكرمك. يعني احنا عازمينك النهارده على شرب. شرب النهارده، هتاكل معانا شرب. شرب شربات 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 اي حاجه. شربات ممكن تكون شوربه 36 مثلا ممكن. ده الكود نمبر لينا حساب بعدين يا احمد. طيب احمد انت في اكله معينه طالبها من الشيف النهارده ممكن يعملها لنا؟ الشيف كل حاجه منه بجد جميله جدا. ربنا يبارك في ايده. انت بتحب الاكل زينا يا احمد صح؟ طبعا. احنا دافعينه سوا يعني. طبعا يا عمرو. يا عمرو ونشام مش عايز يطلب اي اكل النهارده؟ النهارده ممكن انت نشام حسن، احنا معانا ايه النهارده شيف؟ احنا معانا شوربه النهارده، عاملين كذا شوربه، شوربه بروكلي، شوربه لسان عصفور، وعاملين بصاره،
وعاملين شوربه مشروم وشوربه كريمه يعني جامده النهارده. يعني تسلم ايدك الله يخليك. يعني تملى بطنك النهارده ميه بس. ليه ميه بس ليه؟ ليه ميه بس ليه؟ على فكره كويس عشان والله على تليفونك ده ممكن نشرب ميه بس يا عمرو النهارده. بنهيئ دي ميه برده بس فيها بهارات شويه. بنهيئ نفسنا لرمضان. على فكره الشوربه مهمه جدا رمضان. ابو حميد وانت طيب على الامه الاسلاميه بخير. امين يا رب. وبجد بجد انا بجد سعيد جدا اني كلمتكم. كنت بكلمكم من شويه في حضور طبعا سابي فما لحقتكمش. انت تنورنا في اي وقت يا احمد. كرة بغيرها انت على طول معانا ما تقلقش. حبيبتي بين النجاح والتوفيق كده يا رب كده. الله يخليك يا احمد. تسلم يا احمد. كده هو يبقى يعني نقول ايه بقى؟ نقول عمرو يبقى كده متالق دائما. الله يخليك. طبعا النهارده همسه طبعا متالقه. ربنا يخليك. طبعا حسن حسونه طبعا تسلم ايده. تسلم الله يخليك. يعني الاكل هايل. الله يبارك لك. طبعا احنا بندوق بعد البرنامج طبعا يا شيخ. احمد احنا بنشكرك جدا وسلم لي على نيشان. ها سلم لنا على كل اللي عندك. سلم على نيشان. مسلم لي عليه جدا. كمان 36 ساعه بالظبط يعني 36 ده كود ما بيننا كده. اه انا هعرف بس احنا هنحرك ما بيننا. بنعمل اللي هو الايه اللي احنا قلنا عليه اللي هو الوايت صوص. تمام. بنحط البصلايه مع حته زبده وشويه زيت. حلو ده. ونسيبهم بس يتقلبوا شويه صغيرين كده تصفر البصلايه. ناخد شويه الدقيق بتوعنا كده. حاضر. واخد بالك؟ ونبدا نقلبهم اكنك بتعمل ايه بشاميل. حلو قوي. اكننا بنعمل نفس طريقه البشاميل كده. الدقيقه تبدا تصفر معانا. تتحمر. اه يعني تبدا مش تتحمر عشان اللون بتاعها احنا قايلين وايت صوص. فلو احنا حمرناها او صفرت مننا قوي الشوربه مش هتطلع بيضه. اوكي. فلازم احنا بس يا دوبك انت تحافظي عليها ان الدقيق ما يصفرش منه. بعدين انت عندك شويه شوربه اهو ناخدهم هنا كده. هات مضرب يا سيد. وبعدين ناخد الكريمه اللباني بتاعتنا. ما ماليش في شوربه الكريمه دي خالص. لا 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 لا. انا بحب شوربه الخضار زي ما ربنا خلقها كده. خفيفه على المعده ولطيفه ولذيذه ومغذيه. همسه هيلثي شويه يا جماعه يعني. هي بتحب الاكل الصحي كده. بحاول يعني. بحاول بس في شخصيه ربنا بعتها لي في حياتي يا جماعه. طب انا احكي لك على موقف واحكم بينا انت. وقعت القلم كمان. طب انا احكي لك على موقف واحكم انت. خلصنا الحلقه من كام يوم ومروحين قالت لي بقول لك ايه احنا ما اكلناش ما تيجي ناكل همبرجر. ناكل ايه؟ قلت لها يا بنتي برجر. يما قلت لها يا بنتي حرام عليكي هتدمري لي القولون. قالت لي تعالى بس ده انا عارفه واحد جامد جدا. ورحنا اقسم بالله كلت سندوتش همبرجر قد كده سندوتش. اه ده وكلته كله قعدت يومين ما باكلش اساسا. على فكره أنا طب انا مش ذنبي ان هو عنده مشاكل في الهضم على فكره. يعني انت هضمتي؟ يعني مش مشكلتي يعني. انت هضمتي؟ انا هضمت بس انا يعني اخدت وقتي وعارفه طبعا ان انا المفروض ان انا اكل. في خلاط جوه. يعني انا اسمي همسه ومولوده في شهر 5. في خلاط جوه. واخد بالك؟ لا بس انا عايزه اقول لك على حاجه فعلا. يعني انا في حاجه انا بؤمن بيها جدا انه الناس بتفتح نفس بعض على الاكل. يعني انا قبل عمري كنت بعرف والله كنت بعرف اعمل كنترول كويس جدا وكنت خاسه إيه اكتر من كده. انت بتحسسني شلون انا مالي والله العظيم انا. هي بقول لك اللي قالت لي والله تعالى ناكل بس بيفتح نفسي لمجرد بس عارف اللي هو يقول لي اه يا سلام دلوقتي لو كده طبق رز وجنبه مش عارف ايه تعالى يا عم تعالى نروح. اقسم بالله هي اللي بتفضل تقول لي تعالى ناكل مش انا اساسا. هي حلقه احنا بنفضح بعض الحلقه. ايوه يا امينه في ايه. هي اللي بتقول لي تعالى كل على فكره مش انا اللي بقول لها تعالى ناكل. طب انا راضيه ذمتك يا امينه. انت معانا من اول ما ابتدينا. مين اللي بيقول احنا عاوزين امينه اصلا في يوم تنزل تطبخ لنا هنا. فالاسبوع الجاي احنا ناخدها اجباري. طب ايه رايك نجيبها قبل رمضان على طول عشان تكون بقول لا الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي اعملي حسابك جنبي بس. وخدي بالك هخليها تعمل اصعب اكل. طب انا بقى مستنياكي بفارغ الصبر. خليها تعمل مسقعه. يا ولد على فكره كنت نفسي هساعدك. انا هساعدك دي سهله قوي. نايف ناي ده الشيف اختار لك اكله سهله. اه والله انا بعملها نايف ناي تحفه. هي هتاكلها لوحدها والله ابدا. طب والله العظيم على فكره انا بعملها كمان في الطاجن. عارف فكرت مين يا شيف حسن؟ خلود بيتزا العيش الايه؟ بيتزا العيش البلدي. لا بس والله انا بطبخ تونه. فاكر بيتزا العيش البلدي؟ جميل والله. انا كم مره بطبخ. خدي بالك منافسه جدا. ايوه انا بنفسي عشان تطبخ احسن مني مثلا. انا شيف حسن اعمل لنا مسابقه هنا وشوف مين بيطبخ احسن. والله احنا عملنا الوايت صوص اهو. تمام. اقعدي بس انت قلبي فيه شويه كده. حاضر. ده اللي هو ايه الوايت صوص بتاعنا. ناخد شويه جزر عشان برضه هنرجع ايه
نحطه على النار نصفيهم. طب والجزر ده هيبقى ناشف ولا هيطرى شويه؟ هيطرى دلوقتي مع السخونيه. بص لها كل ده ايه. اوكي ما انا مستني الاكل. ما ساعات ايه دي شوربه ساعات في ايه بس انا ممكن اساعد فيها. ايوه شوربات. شوربات لا شوربه متنوعه. بس همسه والله ساعات بحس ان هي قلب على مدرسه. انت برج سرطان صحيح صح؟ اه يعني على فكره انا اخويا برج سرطان. محمد يا اللي من هنا ازيك؟ عشان كده بقول ان اخوك إيه ده؟ طيب. اه جدا قريبين جدا من عيلتكم. يعني اهم حاجه اي تورته. طب يعني لا هي اي تورته الموضوع اصلا يبقى موضوع سبونج. احنا بنتكلم في سبونج. اه تمام. فالسبونج حاجه والكيكه حاجه. فخلينا ان شاء الله الثلاث الجاي هنعمل الاثنين. نعمل السبونج ونعمل ما ينفعش تغير يوم الحلويات. خلينا نتحدى مثلا. والله غيروا يعني مره واحده عشان خاطر يعني. طب انت عاوز ايه؟ طب فهمني. طب انت تورته بالفريش كريم كده والفراوله او الفراوله لو في فراوله ممكن. عشان انا عارفه ان في حد هنا الفراوله دي عشقه الاول والاخير. طب انا خلاص عشان حسن يوم الاحد فراوله. خلاص يوم الاحد. طب انا ما نفسيش اكل حاجه. عاوز تاكل ايه قولي بجد؟ قولي اي حاجه انت عاوزاها. مين هتعملها لي على طول؟ وش يبقى مش هاكل حاجه. ليه انت بتكسري مقلبها ليه؟ يبقى هبص بس يعني لوك بت دونت تاتش. دي ولعت في مطبخهم قبل كده يا شيف حسن. والله لا يا اخي لا والله العظيم ولعت في المطبخ. ده كان اعلان. كان اعلان. كان حادث عابر. بص يا استاذ همسه. بص يا استاذ عمرو. ايوه طب افضل انا اقلب وابص. اه خلاص لا انا جلت بقى. ما تقلبيش تاني خلاص. بص احنا ايه. اه احنا كده بنحمر بصلايه شويه صغيرين. الله. ناخد معاها شويه مشروم. خد بالك ده في بروتين بقى ممكن يعوض عن بروتين اللحمه. المشروم اللي الناس ما بتحبش اللحمه. البروتين اللي فيه اكتر من اللحمه. ده تمام بكتير. خدي بالك عشان دي معلومه على الماشي كده. نحط شويه الخضار بتاعنا اللي هو الشبت والبقدونس والكزبره. خلاص احنا قلبنا على كده. ماشي سيبيها اوعي بس انت مالكيش دعوه بيها. دي كده بالنسبه لنا تمام. ناخد شويه بقى من هنا. انزل يا عم. طب واللي ما بيحبش المشروم؟ اه مش مشكلتنا. دي شوربه مشروم يا عم. دي شوربه مشروم بالظبط كده. بس سيب لي بقى انا الحبه دول. الله فيك. لسه هنعمل بروكلي. يا ساتر يا رب. والله هو حبه من غير. طب اجيب طبق بولا كده. يلا سيد نغرف. في لي انا بولا صغيره. لا مالكش سيد. يلا يا باشا معاك. هنعمل البروكلي وخلاص خلص. محمد من هنا رجع لنا تاني. يا محمد انا كفايه عمرو. ازيك يا محمد عامل ايه؟ البروكلي عامل التورته. احنا لسه قايلين للشيف حسن عليها. ويوم الاحد بقى الشيف حسن يعمل لنا تورته فراوله كمان باذن الله. مبسوط بقى كده محمد؟ قفلت؟ طيب تمام شكرا يا محمد. وانا عايز بوله صغيره ليه انا؟ لا انت بتاكلي ايه؟ بروكلي. حاضر احلى حاجه. اعمل انا ممكن اعمل التاتش بتاعي البروكلي بس في ثواني وخلاص عليك. ايوه دي المصفى دي مش عايز الجزر. بص البروكلي هيبقى نفس الطريقه. تمام. احنا بس هناخد ايه شويه زيت صغيرين. لا استني استني بص بيعمل ايه والنبي. بص بيعمل ايه. بتعمل ايه يا عم؟ بصفي عشان مش عايز الجزر. لا حول ولا قوه. اه مش جزر. طيب انا التاتش بتاعي بقى بالنسبه لي. بص احنا بناخد. طب خليكي بس معايا الاول. طيب بص بناخد البروكلي نقطعه من غير العروق بتاعته. ليه بقى؟ عشان العروق دي بتبقى ناشفه قوي في الـ في الـ طب وناكلها؟ الشوربه خلي بالك دي مفيده جدا. خلي بالك خلي بالك في كيس بقى. وناخد معاها فصين توم. انا مش عارف كده تاكل بذر. الله الثوم بيعمل ريحه حلوه قوي مع الخضار على فكره. ويا سلام بقى لما تحط ده طبق كده سايد مع ماسترد على النار. قلب على الماسترد والله العظيم. بص بناخد الشوربه اللي احنا عملناها اللي هو الوايت صوص بالجزر بكله. اه يا شيف يا شيف انت بتسلم ايدك والله. انزل عليك. في ناس بقى بتعملها كده وفي ناس بتضربها في الخلاط. حلو قوي الكلام ده. يعني في ناس تحبها كده بنفس الطريقه وتاكل البروكلي سليم. وفي ناس ده طبق شوربه البتاخد بقى اللي انا عملته البروكلي مع الخضار ده كله وتضربه في الخلاط تطلع معاها شوربه. تمام. طب اجيب لك بوله من غير اي حاجه. طيب. نقدم كده بلدي. نقدم ايه شغل بلدي كده. احنا هات البوله دي وانا هحطها فيه. اهو واو ادي الشوربه اهي. ايه ده كده حلو جدا والله. يا جماعه دي اكله على فكره تحفه. وادي البصاره تاكلوها. يبقى احنا كده تبقى خفيفه جدا. وعيش بلدي بقى مفقع كده جميل وبصل تبقى كده 100 100. بصي ادي البصاره
بس نسيبها شويه كمان على النار، بعدين تتضرب في الخلاط. تتضرب في الخلاط وبعدين نعمل لها شويه الزيت بالبصل والكلام ده كله. وادي شوربه اللسان عصفور، وادي البروكلي، وادي المشروم. ونشوفكم على خير، انتظرونا بكره ان شاء الله مع حاجات جميله. تحيه طيبه وبعد، السلام عليكم ورحمه الله. مع السلامه، وهنكون بكره معاكم في نفس الميعاد من 4 ل 6 مع طبعا لمه العيله والصحاب الحلوين وممدوح وهمسه وانا وبكره بقى يوم جميل الحقيقه، يعني هنتجمع كلنا نشوف بقى الشيف حسن بكره عملنا برجر. لا مش يعني شرط على فكره، لا مش شرط، احنا بكره موجودين. لا ما احنا هنعمل يعني شكرا بكره في نفس الميعاد، استنونا. وتحيه طيبه وبعد، باي باي.